انا اسمي عماد عاشور، بريزنت كارير زوم. ايه هو كارير زوم؟ هو اولي ستودنت اكتيفيتي في جامعه القاهره بيهتم بالكارير ديفلوبمنت بتاع الطلبه من وهم في الجامعه. احنا مينلي بنقدم سيشنز كل جمعه. السيشن بتبقى مقسومه لقسمين. القسم الاولاني بندي فيه سوفت سكيلز، مينلي بتبقى ريليتد للكارير بتاعك زي السي في رايتنج والانترفيوينج سكيلز، نيجوشيشن، برزنتيشن، حاجات زي كده. ده اول جزء. تاني جزء بندي فيه كارير ادفايزنج سيشنز. يعني ايه كارير ادفايزنج سيشنز؟ بنجيب حد سينيور يعني عنده اكسبيرينس اكتر من 6 سنين في المجال بتاعه، مجالات مختلفه، مره اتش ار، مره بي ار، مره اكاونتنج، حاجات زي كده. بيقعد مع الناس لمده ساعتين، بيحاول بقى يعمل لهم جايدنج في الكارير ده. الشهادات اللي محتاجينها عشان يبتدوا شغلهم، بيترقوا كل قد ايه، مثلا السالاريز، الافريج سالاريز بيبقى ايه، السكيلز اللي بتماتش. لو انت مثلا عندك سكيلز معينه بتماتش كارير معين، فهو يحاول يوجهك لحاجه زي كده. احنا الايفنت بتاعنا النهارده ايه؟ احنا عاملين النهارده جراند اوبننج. ايه هو جراند اوبننج ده؟ بنعمل فيه انتر اكشن بتوين الاورجنايزنج كوميتي اللي هم مين الناس اللي بيقوموا السيشنز كلها، لان احنا كل سيشن بنعملها فور فري، الناس دي كلها جايه فولنتيرز. في نفس الوقت بنحاول بقى نخلي الناس الاو سي دول ينتراكتوا مع الاكاديميك كوميتي اللي هم الناس اللي جايين ياخدوا السوشيالز. مين اللي مثلا هتكلم عن نفسي؟ انا كطالب في سنه رابعه لحد فتره قريبه ما كنتش عارف انا عايز اعمل ايه او احدد ايه في الكارير بتاعي او حاجه زي كده. انت على طريق على مدار السنه ما بتاعتنا لما تحضر الفايف من 5 ل 8 سيشنز هنعملهم على مدار السنه كلها، بتاخد الاكسبيرينس بتاع كذا كارير مختلف. هيبقى عندك الكارير بتاع اتش ار وبي ار واكاونتنج وفاينانس وحاجات كتيره ثانيه احنا لسه ما حددناهاش، بس المفروض هنجيبهم. لما يبقى عندك الكاريرز دي كلها واضحه قدامك، بيبقى عندك زي ماب كده، او بيبقى ماسك اول طرف خيط في كل كارير من كل اللي انت شايفه ده، فيبقى ليك حريه الاختيار ان انت تختار. لو انت شايف مثلا السكيلز بتاعتك بتماتش الكارير بتاع الهيومن ريسورسز فهتقدر تروح، لو انت شايف مثلا السكيلز بتاعتك بتماتش الكارير بتاع البي ار هتقدر تروح هناك، وهكذا. فاحنا بنعمل لك زي جايدنج بس بطريقه اندايركت، بنحط قدامك كل الكاريرز وكل بنحاول نحط قدامك كل الاوبشنز المتاحه وانت بتختار اللي انت عايزه.